قادرا على العودة إلى أجواء المباراة، وتمكن من تقليص الفارق ومن ثم التقدم بفضل اللعب الجماعي، حيث تخطى أربعة لاعبين في صفوف حاجز 15 نقطة، كان أفضلهم ديفيد لي ب 27 نقطة، إضافة إلى 26 نقطة لكل من داغلاس وغاليناري. في المقابل كان كيفن مارتن الأفضل ب 28 نقطة. شكرا لحسن الإصغاء وإلى اللقاء. السلام عليكم. ما تفسير دعوة نتنياهو للقاء أوباما رغم رفضه الطلب الأمريكي لتجميد بناء المستوطنات؟ هل وجه نتنياهو ضربة جديدة للإدارة الأمريكية بعد تأكيده لميتشل وكلينتون أن الاستيطان في القدس هو كالاستيطان في تل أبيب؟ هل استبق نتنياهو لقاء الرئيس الأمريكي ليؤكد على تشديد حكومته لمواصلة سياسة الاستيطان؟ كيف سيكون الموقف الفلسطيني والعربي بعد الالتفاف الإسرائيلي عليه وعلى بيان الرباعية الدولية؟ ما الضمانات التي يمكن أن تقدمها الإدارة الأمريكية للجانب الفلسطيني لاستئناف المفاوضات؟ نتنياهو للقاء أوباما وإصرار على بناء المستوطنات موضوع هذه الحلقة من مع الحدث، حيث نستضيف في الاستوديو عضو المجلس الوطني الفلسطيني صلاح صلاح. أرحب بك أستاذ صلاح. من رام الله ينضم إلينا رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني عبد الله عبد الله. نرحب بك دكتور عبد الله. من واشنطن كبير الباحثين في معهد هيدسون الدكتور حسن منيني، أيضا مع الترحيب على أن ينضم إلينا لاحقا من رام الله عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة. قبل البدء بالحوار أتوقف سريعا عند دعوة نتنياهو للقاء أوباما والمواقف التي أطلقها نتنياهو. الاستيطان اليهودي في القدس الشرقية هو مثل الاستيطان في تل أبيب وسيستمر. سياستنا في القدس هي السياسة نفسها التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية في الأعوام 42 الماضية ولن تتغير. الحل الملموس للقضايا الأساسية بيننا وبين الفلسطينيين بالإمكان إنجازها من خلال محادثات مباشرة فقط. نتعهد بتأجيل خطة بناء 1600 وحدة سكنية في القدس الشرقية، لكن من دون إلغاء القرار. الصحافة الإسرائيلية، الكرة الأمريكية تتدحرج نحو الملعب الفلسطيني. أوباما سيحث محمود عباس على الدفع قدما بالمفاوضات مع الإسرائيليين. نتنياهو وعد ببحث ترسيم الحدود ووضع القدس ومصير اللاجئين والاستيطان خلال المفاوضات غير المباشرة.
الموقف الأمريكي جورج ميتشل، العلاقات بين واشنطن وتل أبيب قوية ومتواصلة، والهدف المشترك لنا جميعا هو استئناف المفاوضات في أجواء توصل إلى اتفاق ينهي الصراع. الموقف الفلسطيني، الرئاسة الفلسطينية، موقف نتنياهو لا يساعد في العودة إلى المفاوضات، تجميد الاستيطان لا تأجيله هو الطريق الوحيد لإعادة الثقة بعملية السلام. موقف نتنياهو هو التفاف على الموقف العربي والفلسطيني. صائب عنيقات، تصريحات نتنياهو تعتبر ردا على قرار الرباعية الدولية وتحديا لإرادة المجتمع الدولي بشكل سافر. نبيل أبو ردينة، لابد من الالتزام بوضوح في إلغاء قرارات الاستيطان والضوابط التي وضعتها المجموعة العربية. طيب أستاذ صلاح، بعد هذا العرض السريع لأبرز المواقف التي أطلقت، لأبدأ من العنوان. الإدارة الأمريكية دعت نتنياهو للقاء أوباما، وطبعا هو في طريقه الآن نحو البيت الأبيض، رغم توجيهه مرة جديدة للبيت الأبيض ضربة نتيجة موافقته، موافقة حكومته على استمرار المستوطنات، بناء المستوطنات في القدس الشرقية. كيف تقرأ ذلك؟ شوف، خليني أقرأه بكل بساطة بدون ما أدخل بتفاصيل. يعني عدد المواقف التي اتخذتها إسرائيل عكس الإرادة الأمريكية وهي كثيرة، نعم، لكن النقطة الأساسية التي أريد أن أستخلصها من هذه العبرة، نعم، العبرة الأساسية هي بأنه الأنظمة العربية، نعم، ومنظمة التحرير الفلسطينية والقيادات الفلسطينية وكل من يعتقد بإمكانية الاستفادة من تناقضات فلسطينية إسرائيلية أو عربية إسرائيلية، أمريكية إسرائيلية، هو واحد. يعني لن يحدث في يوم من الأيام بأن ينحاز الأمريكيون لأي مصلحة فلسطينية أو عربية. نعم. سيبقى الأمريكان كما يؤكدون بشكل دائم باستمرار، ليس فقط في عهد أوباما، بكل عهد كل الرؤساء السابقين، بأنهم ملتزمون التزاما كليا، نعم، بموضوع إسرائيل وحماية إسرائيل وأمن إسرائيل وسياسة إسرائيل. يعني الرهان على الخلافات نوع من الوهم، نوع من هو وهم بحد ذاته. وللأسف لما بخلينا أكد هذه النقطة، أنه حتى الآن وسائل الإعلام تشير، نعم، إلى أنه عدد من القيادات الفلسطينية والعربية تقول أنه يعني بخلينا نستفيد من هاي الوضع، ولهذا السبب أعطوا غطاء للرئيس أبو مازن أنه خير يروح فاوض معك 14. طيب اسمح لي انطلاقا مما استنتجت او العبرة التي بدأت بها، اتحول الى رام الله والى الدكتور عبد الله عبد الله، رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني. السلام عليكم دكتور عبد الله. اولا انطلاقا لك ولضيفك الكريم، اهلا وسهلا بك. انطلاقا مما سمعناه من الاستاذ صلاح صلاح، يعني هل فعلا كان هناك رهان على الاختلاف الامريكي الاسرائيلي؟ جاءت الوقائع يعني تنفي أو لتنسف أي إمكانية لهكذا رهان، خصوصا وأن الدعوة التي وجهت لنتنياهو للقاء أوباما صادف أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على استمرار بناء المستوطنات، واعتبر هذا الأمر بمثابة تحدي. موقف السلطة الفلسطينية على ماذا تراهن الآن؟ تفضل. أولا يعني إحنا لا يمكن أن نراهن على المواقف الخارجية، إذا بنراهن بنراهن فقط على مواقفنا نحن. نعم. احنا بنراهن على الطفل ذو 6 سنوات الذي لفت صورته العالم يمسك فيه جندي اسرائيلي وهو ينظر بتحدي الى الطرف الاخر. احنا بنراهن على انتفاضة شعبنا اللي في يوم واحد في 16 موقعا في الضفة الغربية كان يتحدى الاحتلال ومخططاته، وليثبت قدرة ارادة الفلسطيني في التحدي، تمسكه بحقه وتعزيز صموده. نعم. وأكثر من ذلك يعني الخطوات حتى اللي قام بها الإخوة في السجون الإسرائيلية من كافة الفصائل والتحموا مع بعضهم البعض ليؤكدوا أنه هاي المعركة التي نخوضها هي حقبة يعني مرحلة من مراحل النضال الفلسطيني الذي يقود شعبنا منذ أكثر من 4 عقود، أنه إحنا في النتيجة سنبقى جبهتنا الداخلية متراصة في وجه هذه المخططات. لكن في نفس الوقت يعني احنا لا نستطيع ان نغفل ان هنالك تحولات، هذه التحولات يعني مش من شاننا، مش من اجلنا. يعني الادارة الامريكية عندما بعد اكثر من ربع قرن منذ عهد الرئيس الاسبق ريغان توافق على